صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز، وحشتني جدا ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده صديقي هرشح لكم اداه جميله جدا ومميزه جدا جدا، وهي اداه لوك فولدر. ممكن يكون الاسم مألوف عليك، ولكن انا متاكد جدا انك اللي هتشوفه في الفيديو ده اكيد مختلف عن اي فيديو تاني سمعت عنه نفس الاسم ده. وده ليه يا صديقي؟ لان الاداه دي بكل بساطه بتساعدك انك تحمي ملفاتك ومجلداتك من اي شخص متطفل، وده عن طريق انك بتحدد مجلدات او ملفات مهمه جدا بالنسبه لك وبتدخلها على اداه لوك فولدر، وبتكد زر واحده يا صديقي الحاجة اللي انت عملت لها تحديد من خلال الأداة دي هتذهب إلى الثقب الأسود مباشرة، وبتختفي تماما من قدامك، وصعب جدا الوصول ليها إلا عن طريق انك تفك الحماية بتاعت الملفات دي عن طريق نفس الأداة. طيب مش هنتكلم كتير، خلينا بس ندخل في الشرح على طول عشان ننجز في الفيديو. أولا كده يا صديقي هتلقى رابط الأداة دي موجودة في الديسكريبشن الخاص بالفيديو ده، تقدر ان انت تنزلها وتفتحها على طول. وده ليه؟ لأن الأداة دي مش محتاجة تثبيت منك، هي مجرد ما بتنزل على الكمبيوتر مجرد ما بتستخدمها على طول، وحجمها كمان قليل جدا 3 ميجا بس. والمهم يا صديقي بعد ما بتنزل الأداة على طول هتبدأ ان انت تفتحها وهتظهر قدامك بالشكل الجميل ده. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو الاداه بتحمي معاك مجلدات كامله واي ملفات من اي نوع انت متخيله. وعلشان تعمل كده هنجرب مع بعض دلوقتي ان احنا نشفر ونحمي كام حاجه علشان نشوف النتيجه مع بعض. اولا كده هبدا ان انا اجرب ان احمي ملف بصيغه TXT، وطبعا الصيغه دي معروفه. وبعدين ببدا ان انا ادوس على الثلاث نقط اللي موجودين على اليمين من فوق قدامك، وبعد كده بختار الملف اللي انا عايز احميه، وبعدين بختار اول اختيار واللي هو البروتكشن ماي فايل اند فولدرز، واللي هي بالعربي يعني حمايه الملفات بتاعتي. وبعدين هبدا ان انا انزل تحت خالص، هل الزرار مكتوب عليه تيك بروتكشن ناو، هبدا ان انا ادوس عليه. ومجرد ما بتدوس على الزرار بتلقى النقطه السوداء اللي موجوده على الجنب اليمين بقى لونها احمر، وده معناه ان الحمايه تمت على المجلد بنجاح. وهتلقى على اليمين من فوق كده شويه معلومات بتوضح لك المسار اللي انت حددته، وكمان في رساله بتوضح لك ان العمليه تمت بنجاح، وبينصحك البرنامج انك تاخد المسار ده تحفظه عندك، وده ليه؟ عشان تقدر ترجع الحاجه دي تاني. والجزء اليمين اللي موجود من تحت ده موجود فيه المسارات اللي انت نفذت عليها عمليه الحمايه سواء ملفات او مجلدات. وما تقلقش خالص، حتى لو انت ما خدتش نسخه احتياطيه من المسارات دي البرنامج بيحفظ لك كل المسارات. يعني بكل بساطه مش هتضطر ان انت تحفظ المسارات دي بطريقه يدويه. ولكن خلي بالك لو نسخه الويندوز عندك سقطت او انت غيرت النظام او ايا كانت المشكله اللي حصلت عندك في الويندوز، المهم ان النتيجه ان الويندوز عندك وقع تماما، انسى انك ترجع المسارات دي او انسى انك ترجع الحاجه بتاعتك. وبس كده يا صديقي، لو جينا نشوف الملف اللي احنا عملنا عليه حمايه مش هنلاقيه موجود في مكانه. وعلشان نرجع الملف ده مره ثانيه هنبدا ان احنا نضغط على المسار من مربع اختيارات المسار اللي موجود على اليمين من فوق، وبعد كده بنختار ثاني اختيار واللي هو الديكودنج بروتكشن، وبعد كده بنبدا ان احنا ندوس على نفس الزرار اللي موجود من تحت، وبتتحول معانا الدايره من اللون الاحمر للون الاخضر. وبكل بساطه يا صديقي هتلقى ان الملف بتاعك رجع مكانه من جديد بدون اي مشاكل. تعالوا بقى نجرب نفس العمليه دي ولكن على مجلد موجود جواه مجموعه ملفات، مثلا شويه صور او شويه برامج او شويه ملفات كتابيه بي دي اف او وورد او ايا كانت الملفات اللي موجوده جوه المجلد ده. ولكن في النقطه دي مش هينفع ان احنا نجيب مسار المجلد عن طريق الثلاث نقط، لازم نجيب المسار بطريقه يدويه، وده عن طريق ان انت بتفتح المجلد وبتدوس على المسار بتاعه اللي موجود من فوق، وبعد كده بتبدا ان انت تنسخ المسار ده وتنقله في البرنامج. دي اول طريقه. وتاني طريقه ان انت بتدوس على زرار شيفت في الكيبورد وبتدوس كليك يمين على المجلد اللي انت عايز تنسخ المسار بتاعه، ومن الاختيارات اللي هتظهر لك هتلقى اختيار ظاهر جديد واللي هو كوبي اس باس، وده بكل بساطه معناه ان انت بتنسخ المسار الخاص بالمجلد ده. المهم ايا كانت الطريقه اللي انت هتجيب بيها المسار هنبدا ان احنا نضيفه في المربع اللي جوه البرنامج، وبعدين بنختار اول اختيار وبندوس على الزرار اللي موجود من تحت. وركز في اللي هيحصل دلوقتي، هنلاقي ان المجلد اختفى من مكانه تماما. طيب حد هيجي يقول لي دلوقتي ما المجلد اختفى، ما انا ممكن اعمل له اظهار عادي جدا، او الملفات بتاعتي اختفت، انا ممكن برضه اعمل لها اظهار، ايه الجديد؟ طيب تعالى دلوقتي نعمل اظهار للملفات المخفيه اللي موجوده في الويندوز ونشوف ايه اللي هيحصل، هل الملف هيظهر معانا ولا لا. هنبدا دلوقتي ان احنا ندوس على قائمه فيو ومنها نختار اوبشنز وبعد كده نختار شو، وكده احنا بنعمل عمليه اظهار للملفات اللي مخفيه جوه الويندوز تماما، وبعدين بندوس ابلاي وبعد كده اوكي. دلوقتي المفترض ان المجلدات والملفات واي حاجه موجوده عندك في الويندوز مخفيه تظهر. ها فين بقى المجلد اللي احنا عملنا له دلوقتي اخفاء عن طريق البرنامج؟ المجلد يا صديقي اختفى تماما ومش هيظهر تاني الا عن طريق البرنامج. هبدا دلوقتي ان انا افك الحمايه عن المجلد ده عن طريق ان انا بضيف المسار بتاعه في البرنامج وبعد كده بدوس على الزرار اللي بيفك الحمايه، وبكده هتلقى المجلد بتاعك رجع مكانه وجواه البيانات بتاعته بدون اي مشاكل. ولكن في تنبيه مهم ان انا اقوله جدا، البرنامج بيعمل حمايه وبيفك الحمايه بتاعته عن طريق المسارات الخاصه بالملفات دي او المجلدات، لكن لو انت جيت عملت حمايه على ملف او مجلد وغيرت المسار بتاعه على سبيل المثال، بمعنى ان انا جيت دلوقتي عملت حمايه على ملف والملف ده طبعا موجود جوه مجلد، وجيت غيرت مكان المجلد ده او نقلته لبارتيشن جديد، وجيت اعمل فك حمايه للملف ده او المجلد ده، مش هيتفك لان البرنامج بكل بساطه حافظ المسار القديم للملف ده. لذلك يا صديقي هقدم لك حلين علشان تحل المشكله دي.
اول حل وانك انت تفك الحمايه عن الحاجه اللي انت عامل لها حمايه قبل كده، وبعد كده بتبدا ان انت تنقلها للمكان الجديد وتعمل لها حمايه مره كمان. ده اول حل. وتاني حل ان انت بتبدا ان انت تضيف المسار الجديد للحاجه بتاعتك جوه البرنامج وبتدي له امر الفتح، ولو المسار صحيح الحاجه بتاعتك هترجع زي ما كانت. وفي كمان معلومه مهمه عشان المسارات وعشان ما تكترش قدامك في القائمه الخاصه بالمسارات، انت لو جيت بكل بساطه عملت فك حمايه عن مجلد او ملف انت كنت عامل عليه حمايه قبل كده هتلقى المسار بتاعه موجود لسه في قائمه المسارات. انت بكل بساطه بتبدا ان انت تحدد المسار عن طريق ان انت بتضغط عليه ضغطه واحده، وبعد كده بتدوس كليك يمين على الماوس، وبعد كده بتختار ديليت باس او مسح المسار. وفي الحاله دي المسار هيتحذف من البرنامج مباشره، ولكن خلي بالك لو انت جيت دوست على كلير اند سيف، وده معناه ان انت بتحذف كل المسارات وبتعمل كمان حفظ للعمليه دي، وانت قبل كده مش حافظ المسارات بتاعتك، فبالتالي هتفقد عمليه الوصول للمسارات تماما، وفي الحاله دي المسارات كلها هتتحذف من البرنامج ومش هتعرف ترجعها تاني. وكمان في ميزه موجوده في البرنامج ده، وانك انت تقدر تعمل حفظ للمسارات دي في اي مكان عندك في الجهاز، بحيث ان انت لو غيرت ويندوز تقدر ان انت ترجعهم برضو عن طريق البرنامج من خلال ان انت بتدوس كليك يمين وتيجي عند قائمه لود اند سيف واللي هي حفظ وتحميل، ومنها بتختار اذا كنت هتحفظ القائمه دي او تعمل لها تحميل من الكمبيوتر بتاعك. وبس كده يا صديقي، انت دلوقتي فهمت البرنامج شغال ازاي، وفهمت ان الاداه دي مجانيه تماما. يعني انت لو لقيت اي حد بيقول لك خد الاداه دي بفلوس، لا، الاداه دي مجانيه تماما. وكمان فهمت طريقه البرنامج شغال ازاي. وما دام وصلت معايا للنقطه دي، اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وزور المدونه وجروب الصفحه على الفيسبوك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار ومحتاج الرد عليه ضروري جدا تقدر تتواصل معايا على الصفحه ان شاء الله كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب، والكلام ده طبعا لا ينطبق على يوم الجمعه. وبس كده.